السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي تسمحوا لي غادي نتكلم فيه بالدارجه المغربيه. كنت غندير هذا الفيديو، كنت غندير في بلاصتو، ماشي اليوم حتى لغدا ان شاء الله. كنت غندير واحد الفيديو به وصفه رائعه جدا للناس اللي عندهم المعده، اللي كيعانيوا من المعده، سواء القرحه، سواء الالتهاب، سواء الجرثومة، والناس كذلك اللي عندهم المصران، اللي عندهم الغازات، اللي دائما عندهم الغازات، مشكل ديال الغازات والامساك. ان شاء الله كنت كنوجد هذاك الفيديو، فيديو غيكون به وصفه سحريه. اول مره كنقول في الفيديوهات ديالي، اول مره الفيديو به وصفه سحريه، ولكن جات واحد الظرف وغيرت، يعني ما بقيتش نصبر، بغيت نوصل لكم واحد الرساله اللي وقعت لي هاد الليله. نعس حتى الثلاثه الليل، عاد نعس. اشنو وقع؟ لان ليله ديال الجمعه الانسان خاصو يدير واحد شويه، يصلي واحد جوج ركعات ولا اربع ركعات، ولا ما يتيسر ولا يقرا القران ولا قبل صلاه الفجر. انا تقريبا فاش بقات الفجر واحد ساعتين ونص ولا ثلاثه السوايع تقريبا، عاد نعس. فاش نعس دير الريفاي، التليفون باش يصوني، صونا التليفون المره الاولى، المره الثانيه ما فقتش، ما حسيتش به، بقى حتى اذن المؤذن فقت بزربه. مشيت توضيت، كنت داير بحساب بان يعني يقدر يغدرني النعاس، يقدر يعني كنت صليت الشفاعة الوتر، الله يتقبل منا. توضيت، صليت جزر ديال الركعات بزربه باش نلحق صلاه الصبح في المسجد. مشيت للمسجد، لقيت الصلاه مازال ما تقامتش، المهم الحمد لله صليت معاهم الركعه الاولى. الفقيه الفاتحه، قرا بسوره الفاتحه وما تيسر بعض الايات من سوره البقره، ما سمعت والو، سمعت الله اكبر، بقيت هكاك ساهي، الذهن ديالي ما كاينش، صافي شارد، العقل ديالي غايب، حاضره غير جثه، عقلي غايب ما كاينش بصفه نهائيه، يعني ما استفدت والو، ما سمعت والو. قلت انا الركعه الاولى، هذه في الركعه الاولى، قلت غادي نستدرك الموقف في الركعه الثانيه، عاوتاني الركعه الثانيه نفس المشكل، عاوتاني الله اكبر نفس المشكل، ما فهمت والو، ما سمعت والو، يعني حتى قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يعني هذا الشيء كامل. قلت لكم ما صلاه الفجر، صلاه الصبح، ما سمعت والو، ما حتى الدعاء، انا كنصلي والعقل ديالي غايب. قلت المهم هذا المشكل هذا، حيت قلت النعاس، رجعت للدار عاوتاني نعس واحد تقريبا ثلاثه السوايع اخرى، ونعس تقريبا فقط حتى العشرة، ورغم ذلك بقى الراس ديالي مدوخ. مشيت عاوتاني عند الجمعه الخطبه، عاوتاني ما سمعت والو، يلا بدات الخطبه، بقيت هكاك العقل شارد، كذلك عاوتاني الركعه الاولى، الركعه الثانيه، ما سمعت والو، صافي ما عاودتش داك الساعه، صافي بقيت في غيبوبه، حتى عاوتاني ولا سمعت الله اكبر في الركوع، عاوتاني يعني صافي في غيبوبه، مرفوع بصفه نهائيه، ما كنكبطي والو، ما كنفهم والو، صافي ساهي في الشرود، يعني العقل ديالي ما حضرش معايا صفه نهائيه. الركعه الثانيه قلت غادي نستدرك الموقف وغادي نتبع الفقيه، والو، يلا كنسمع كيقول الله اكبر، صافي وكنبقى العقل كيسهى، كنسها، ما كنبقاش كنمشي لواحد العالم. حتى قال الفقيه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، عاد توقت، عاد عرفت راسي راني كنت كنصلي، يعني كنت مرفوع، ما صافي ما عقل حتى لا شي حاجه. الله يسمح لنا، الله يغفر لنا، ما سمعت والو، لا الخطبه ولا حتى شي حاجه. اشنو هو السبب؟ اشنو هو السبب؟ هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل، هذا هو الميساج. السبب كامل شنو هو؟ هو انني بقيت سهران الليل حتى الثلاثه الليل، عاد نعس، حتى الثلاثه الليل عاد نعس. راه قلت النعاس كتاثر على العقل، كتاثر على التركيز. التلاميذ، الطلبه المقبلين على الامتحانات خاصهم ينعسوا بكري، هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل. خاصك تنعس بكري الا باغي تستافد، باغي العقل ديالك يستوعب الافكار، تبقى تحفظ شي حاجه، تبقى يعني ما تلقاش صعوبه في التمارين ديالك لا في العمل ديالك ولا في اي حاجه، في اي مجال، جميع المجالات بغيت تكون مجتهد فيهم، بغيت تكون في قمه التركيز ديالك، خاصك النوم المبكر، تنعس بكري، راه الصحه ديالك تدمرها فقط غير بقله النعاس. كنتمنى الرساله توصل، وهذا الفيديو كنسجله وانا مازال باقي فيا النعاس، يعني مازال ما نعسش مزيان،
مازال كنحس براسي مدوخ، ماشي هو هذاك هضرتي، ماشي هذيك ثقيله الشروط الذهني الكامل. الى فيديو اخر ان شاء الله، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، غادي نعطيكم واحد الوصفه سحريه كما قلت، وصفه سحريه في علاج المعده. يا من تعاني من المعده، القولون، المعده والقولون، المعده بمختلف، سواء كان الالتهاب ولا الجرثومه ولا القرحه، ان شاء الله ما غاديش تبقى عندكم مشكل المعده. والناس كذلك اللي كيعانيو من القولون، اللي كيعانيو من الغازات، الغازات كتسبب لهم مشاكل في النوم، يعني كثره الغازات، راه اللي كيعاني من كثره الغازات راه يصعب عليه النوم المريح. ان شاء الله الفيديو المقبل كنتمنى تشاهدوه. الى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.